بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الليل السرمدي، إنها نعمة عظيمة إن جعل الله الأرض تدور ليتعاقب الليل والنهار. يقول العلماء لو كانت الأرض لا تدور حول نفسها بل تواجه الشمس بنفس الوجه كما يفعل القمر لقرق أحد وجهيها بالليل سرمدي والوجه الآخر قرق بنهار سرمدي. فهل نشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ سورة القصص آية 71. ويؤكد العلماء في بحث جديد أهمية النوم بالليل لسلامة الدماغ وتنشيط الذاكرة. صراحة ما نقول سبحان الله والله أعلم.